هاي everyone، كيفكم؟ I hope you're doing well. فيديو اليوم هو فيديو confessions and stories. بعتولي actually أنا من فترة حطيت several times على my Instagram stories وحطيتها بالبايو a link to an application where you can send me anonymous messages. سو قلت لكم كذا مرة بعتولي أصلا امبارح أنا حطيت بعد ما تدمر واحد من الفيديوز اللي عملته. سو حطيت تشير مي اب وقالت البدات في قصص شوي بتضحك ما قريتهم كلهم، في كثير منهم بعد ما فتحتهم، ثلاث ارباع ما فتحتهم بس امبارح. بدي بلش بس فيرست اي هوب يو لايك ذا فيديو، و اف يو دو بليز ميك شور تو شير كومنت لايك سبسكرايب وات ايفر ات از ذات يو وان تو دو. وانا بشوفكم بالاوترو. قبل ما اشوفكم بالاوترو عم جرب صور على تليفون تاني. اذا يو ثينك اتس بيتر تيل مي، لانه سم هاو انا اي كانت سي اني ثينج وحاسه حالي هلا انه اي دونت نو واتس جوينج اون، سو اي دونت لايك ذا واي ات لوكس. بس تليفوني مش عم شرج، بعتقد خرب. اتس وندرفول فور مي. سو يلا اشوفكم بالاوترو. باي. كويشن نمبر 1، واتس يور فيفرت تي في شو؟ فريندز. كويشن نمبر 2، What was your favorite show when you were a kid? لما كنت صغيرة أنا وخيي كنا نحضر أكتر شيء يوغيو. What's the stupidest thing you thought as a kid? شو أغبى شيء كنت تفكري فيه as a ولد؟ as a ولد. إنه العلكة بدها سنين كتير لتتحلل بالجسم، أو إنه هي العلكة ما بتتحلل أبر بالجسم، إنه كل ما تبلعوا العلكة بتضل في علكة بقلب جسمكم. intestines وماي stomach كانت هيك كلها made of شو اسمه؟ made of gum. What's written on your necklace؟ غيرت السنسال هاد ال شلتهم كنت حاطة شيء تاني مكتوب على السنسال، كان من هلا ما بدي حدا يحكي شيء لانه حاشرح قصة السلسال. ذكرت مقطع 365 days عم ضل يقلها بيبي جيرل. It's not related to that please. كنت حاطة سلسال، كنت انا قبل لابسة سلسال اللي جبته معها من جريس، واللي كنت لابسة سلسالي عليه اسمي بالعربي انه جابت لي امي من لبنان. فاجا انقطش. انا معودة كل وقت كنت انه ضل لابسة سلسالين لاني معودة اعمل هيك بايدي كتير، ما عادش ما قدرت اتحكم. فرحت جبت حيلة سلسال انا كنت جايبته اونلاين مكتوب عليه بيبي جيرل. بليز انا جبته قصدا بهيدي الفونت لانه قلت اكيد ما حدا حيفهمها. ففي عالم ريسنتلي صارت تسالني عنها ما لايف، يعني كذا حدا شافها وتمسخر عليها. I'm not it's just بس لإلي. فهلا رجعت شلتهم اثنيناتهم، انا عم ضلهم يعقدوا ببعض، يعني بدي اياهم وما بدي اياهم. فحطها سلسال اتس لوكيت، عطتني اياه اختي هبه، ما بعرف اذا مبين. يا Do you have a boyfriend؟ لا. ليش ما كنت تسألوني هالشي؟ يعني أي في حد. أوكي. السؤال اللي بعده هو What's the most embarrassing what embarrassing thing you've ever done now؟ لقصة الامبارسينج هلا طلعت الفيديو مش embarrassing stories منكم، embarrassing stories منا. كل شيء عم أقوله يعني محرج للغاية. شو عربي مرة ريسنتلي صارت من بشهر حزيران بتذكر كتير، لأنه كان بدي بعدها أحمل حالي وزدت حالي into oncoming traffic and die لأنه it was so bad. كنا ماشيين أنا وأختي، كنا ضهرين، فكانت الدنيا عجقة لدرجة خيالية، وكانت الدنيا كتير كتير شوب. فاجينا أنا وأختي كنا ماشيين بس ماشي straight، أنا نازلة لتحت ما بعرف لوين بس ما بتذكر، لأنه بس أنا بس I'm just walking downward. إلا في a blind guy. انا اي لايك تو بريفيس ذس باي سينج انه انا ما بقش عن بعيد، لا انا ما قدرت اشوفه عن بعيد، لا انا عم بعيد زيح. عم اجت اختي كوعت، شكلها شافته وكوعت، شي موفد، هي عندها بيرفكت اي سايت ويتش از جود، كوعت وزاحت. ام انا شفته عن قريب، كان في بعد يعني انه في سبيس بتوين اس بس مش سوبر، يعني قلت لبت انه قراب من بعض بس مش كثير مش قادره اشوفه سو باد. ام اجيت انا شفته، ام بس شفته اجيت وقفت دغري بمحل، والعالم هي عم تمشي عم 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 يمشوا على بعض على شوي، الا انا وقفت بس ليقطع. اجت مره وراي ليترلي، ما يعني بتذكر شكلها هيك شيء تيبيكال كارن، اجت دفشتني خبطت لي ظهري. ام انا تفركشت فيها، انا تفركشت بذا بلايند بيرسون. اجيت انا اكيد ما انه اتس ذا ورست مومنت اوف يور لايف، يعني انا تفركشت مش فيه له هو كهو از ا بيرسون، تفركشت بالعصاي. العصاي انه بتكون ابعد منه هو اوبسلي.
فانا تفركشت فيها الا هي هو ما صار له شيء هو ضل واقف يعني دغري دغري انا نفس السنه بس ما وقعتني ورا المره هيديك عم بعتذر انا عم اقول له انه او ماي جاد ام سو سوري انه ما قصدي انه سمون بوشت مي بلش شوي سبق ما انا ضليت عم اقول له انا اكيد يعني شو بتعمل عم اقول له ام سوري وشو اسمه ورجعت انه فلات رجع هو كمان مش هيدي القصه اللي انا بحب انه ما تقول لحدا اوكي انت دونت دو ذات بحب انه كمان احمد فرد او اصحى فيه لانه تو مي اتس ذات باد اوكي وات تايم دو يو يوزوالي جو تو باد ما بعرف حسب بس انا عايز بس انا نسيت اللي بضل سهران كثير You are so gorgeous. I really think that you have the kindest soul ever. Hope you have a very good life, princess. Thank you. That's so very sweet. Hottest sport? حس الفوليبول. مدري لا. It's just, it does something. Your last song on Spotify. ما عندي Spotify. عندي SoundCloud. ولا آخر شيء كنت عم بسمع آخر شيء نزلته كنت عم بسمع هو Beethoven the 7th symphony ولا ما. سيفنث سيمفوني اوكي في اعتراف بعترف اني وقعت بممر الزفاف امام الحضور وتظاهرت بالاغماء انا اكسكيوز ماي باد عربي كانس تظاهرت بالاغماء بسبب الاحراج الشديد حرام لانه او ماي جاد اي كان فيل هاو باد ذس از حسي فيها حسي انا ترانسبورتد او ماي جاد ابدا انا اونستلي بالسيتويشن هيك شو شيء ثاني تعمل شو بدك تعمل ايذر يو فينت مثل ما هي عملت او يو دو ذا سكند اوبشن ويتش از انه بدك تقوم تضحك ايذر يو تيك ات از ا جوك او بتكمله بس نفس الوقت انه غميتي بدي اعرف شو رجع صار بعد افتر يو باست اوت انه اجت العالم انه اتس ويدينج انه اجت العالم انه او ماي جاد شو صار توقف عرس اي نيد تو نو هاي في انفورميشن كثير ناقصه ما بحب بس حدا يعمل فيك انا بحب القصة كلها بحب تعطوني the entire juice ما بحب انا اكون juiceless I want the juice and the gossip كله اوكي هيدي واحدة بالانجليزي I work at a hospital so one day I used the toilets located at the hospital body where, lobby where everyone is بدي اقول حالي عم تقول انه انا بشتغل بمستشفى ففي يوم الايام رحت على الحمام اللي هو اللوبي معناتها بالعربي الفصحى الردها للأوتيل مش عم بقدر اقولها باللبناني ما بتذكر شو هي when I got out my lab coat was inside my pants from behind and I kept going everywhere انه عم تقول لما طلعت كان اللاب كوت تبع المختبر اللي لبسته فايت من ورا بالبانس وكانت عم تمشي بكل محل the problem is everyone knows me there and I work with them and someone came up to me and told me about عم تقول المشكلة انه كانت عم تمشي هيك كل عالم تعرفها لانه كل عالم تشتغل معهم واخر شي رجع واحد قال لها و عم تبكي وش بكى بس I understand هيدي قديت كتير بعد يعني it's understand انه الواحد دغري logically بفكر دغري انه هذا الشخص كان بالحمام which is normal it's a natural thing بس somehow it's taboo يعني ما بعرف كيف بس اوكي نكمل هاي بالعربي also انا ما في اعرف مين هنا obviously هنا كلهم anonymous فما في اعرف مين you can't ask me that عم اقول احتياط اكثر موقف محرج حصل لي بكثير بس هيدا واحد منهم عم تقول انه حصل لك كثير بس هيدي وحده منهم دغري ضحكت لما كنت عم باخذ برايفت لسنز دروس خصوصيه بالفرنسي مع الكراش الكل كان مركز مع الاستاذه الا انا كنت عم بلعب بالكرسي قديك عمرك عم بلعب بالكرسي حتى سقطت قدامه الكل كان مصدوم تخيلي كان المكان هدوء وتركيزه فجاه بوم اللي اجا يضحك اكثر مباشر بعد ما وقعت هربت بسرعه بدون ما اقول شيء للاستاذ اي شيء والاستاذ اللي بعلمي عم تكمل اول شيء اكيد شو بك كمان بهزتي شو بك تعمله غير انه يا بي ليه ماي جاد I can understand قد ايه كثير انا ما كان عندي كراشز بالمدرسه فولا مره صارت معي شيء هيك قصص انه انا كنت عملت شيء وكنت مستحيه انه هذا انه انا ما عجبني بهي لا او ما عجبني بهالشيء ولا didn't happen ما كانش لي خلق على حدا انا اصلا فانه هيدا الشيء حرام حدا حب بس يكتبوا لي هيك بالانجليزي لحظه ما بعرف اذا مبينه لحظه I have no idea اذا مبينه بس Who you trying to get with? يعني مع مين بدك تكوني؟ إذا I have the option of course عندي مثلا حاعطيكم ليستا عندي ليستة شباب بس كله celebrities so أنا مازال
عم نحكي العالم الفانتازي اوريدي اي كان سي هو اي وان. اول شيء هنري كابل، ثاني شيء كريس ايفنز، ثالث شيء سيباستيان ستان وكيم تاهيون. واتس ذا لاست ثينج يو ايت؟ اكل يوم طبخت انا قبل امبارح، عملت هيدا الاكل، نزلت عنا فيديو الكوكونات ستو عملتها، كانت كالعاده لذيذه. في حدا بعت لي باراجراف من الاسئله، باراجرافز. بعد ما سافرت لينا فكرتي او حبيت تقدمي على كوريا؟ واذا قالي ما حاولتي، شو حسيتي بعد حقارك الاسئله؟ شو حسيتي بس سافرت لينا على كوريا؟ زياره كوريا مكلفه، ليه ما بتصوري فيديوهات روتين يوميه؟ المانيا او اسبانيا اجمل؟ ماي جاد، اذا قدرتي تروحي تدرسي او تشتغلي بكوريا بتروحي؟ كل قد ايه تتواصلي مع لينا؟ جاي بنيسان السنه الجاي كرمال تلتقي انت ولينا، وما فهمت اخر وحده بس حشوف. اول شيء بعد ما سافرت لينا فكرتي او حبيت اقدمي على كوريا؟ انا كنت حابه بس نفس الوقت انه اي هاد ما كنت عارفه هيك اولسو، يعني كيف بدي اقول، هي كوريا بدنا علامات كثير عاليه، وانا بالجامعه ما كان لي خلق، فكانوا علاماتي افريج، يعني كانت علاماتي اول سنه بالجامعه كثير منيحه عاليه كثير انا، بس بعدين بس بلشت اخذ مواد فرنسا اللي هن كان عندنا لانجويج الفرنسا، وطال الجي بي اي كله، فكانت علاماتي بكل الاشياء الترجمه كثير منيحه الا بالفرنسا، وعليه كان كريدتس كثير هو اعلى شيء، فنزلت كل ما اخشي انا قلت اوبسي ما في هوب اني اقدم انا على سكولرشيب، يعني عشان هيك ما حاولت. هي شو حسيتي بس سافرت لينا على كوريا؟ زعلتي كثير اكيد، لانه وقتها فلت، هي كانت اخر واحد بيسافر من اخواتي تكنيكلي، وبقيت انا لحالي، فات واز فيري ساد. قعدت عند الغرفه، انت عندها على التخت كل الوقت، كان معي بسينات اكيد ليلو قبل ما تموت يعني، وكراميل اللي معي هلا. فبس زيارة كوريا مكلفة؟ ما بعرف صراحة، أنا مش رايحة ولا مرة. في كتير بيسألوني أسئلة عن المصاري وقد ايه الإكسبنسز، بس إنه أنا ما بعرف، I really don't know، بس إنه هي بس كوريا معروفة إنها غالية، يعني هي no one ever said إنه هي it was cheap. البيوت غالية، التيكت غالي كتير، التيكت أنا آخر مرة شفتها كان حقها يعني حقهم بين 900 ل 1000 دولار بس التيكت على كوريا، إنه أكيد two ways، بس إنه still يمكن ارخص شيء هونيك، او حتى ما بعرف، اذا ما بعرف كيف انه الاكل منه، الاكل مش كثير غالي حسب المطاعم بتروح لها، بس في كثير اكل اتس جود برايسز، بس انه ما بعرف اذا بحس لازم الواحد يروح معه، اذا توريزم يو هاف تو كرييت ا بادجت، يروح معه شويه مصاري اتليست، لانه حتشتروا كثير اغراض، حتشتروا كثير ثياب، حتشتروا كثير اكسسوارز وكثير كثير سكين كير، وحتاكلوا كثير، حتجربوا كل انواع الاكل، ما حتاكلوا يعني تروح تاكلوا امريكان فود بكوريا. ف انا بحس انه هي بتكلف. ليه ما بتصوري فيديوهات روتين يومي؟ كرمال الفيديوهات، لانه روتين اليومي هو يعني ما انه شيء اكسايتنج ابدا، فما ما بحسه انا بيستاهل فيديو كامل اصلا. هلا حبلش جامعه سون، انا حيصير هلا بلش، بس انه انا عادي هو عندي شغل لوقت معي للظهر، وبعدين برجع شو اسمه بعمل اكل، بتغدى، بنزل على الجيم وبرجع بطلع بنام. يا ما honestly it's not that هيدا. وبالجامعة كنت بالجامعة لأنه جامعتي كتير بعيدة ودوامي طويل، فكنت روح أوقات فيها الساعة 5 الصبح، لأنه مثلا بلش على الصف على الساعة 7:30 أو 8، وبدي أنا ساعة ونص على الطريق already، يعني أتليست نص ساعة لحضر حالي أو شيء، فإنه في على 5 لأوصل لهونيك على الصف على 8 على الأد، وبضل عندي كلاسز برجع على شي ساعة 5 الظهر، كمان 5 الظهر إيه، فإنه بروح كل النهار، وبعد برجع بدرس، لانه بضل عندي كل وقت اسايز وعندي كثير اساينمنتس كل الوقت كل الوقت، وبضل عندي ريدنجز، فانه تكون القصه كثير هيدا موتره. المانيا او اسبانيا اجمل؟ انا بحب اونستلي اسبانيا اكثر. اذا قدرتي تروحي تدرسي او تشتغلي بكوريا بتروحي؟ انا بروح، اي ثينك اتس ا جود اوبورتونيتي بالنسبه لي، اذا اي جت ذا تشانس يعني، لانه انا ماني من السيل انه وير ايفر اي جو ماني يعني معلقه اتاتش تو وان كونتري، اي دونت كير، انه اذا بيطلع لي جود اوبورتونيتي ل ماسترز ديجري ثاني غير اللي عم اعملها هلا، او بي اتش دي، او شغل حتى هنيك، اي وود جو، يا بحس انه اي ثينك ات وود بي ا جريت لايف اكسبيرينس. يعني كل قد ايه بتتواصلي مع لينا؟ بنحكي كل يوم. شو السؤال؟ واي دازنت ماي كراش لايك مي باك؟ ما بعرف، في ما there could be many reasons، او هو شخص بحب حدا تاني، اي دونت، او بتحب حدا تاني، اي دونت نو. بتمنى اني سافر عشان اخلص من عائلتي التوكسيك. اي فيري ماتش اندرستاند، مش ماي فاميلي بس
I understand how it feels إنه الواحد لما يكون بده يطلع من يا عائلة توكسيك أو سوسايتي توكسيك أو بلد توكسيك. شيء كتير بياخد a toll on the person, إنه كتير بيأثر بنفسية الشخص. فأنا I understand, وأنا بتمنى لإلك اللي بعت لي I عن جد I hope إنه أنت أو أنت تقدروا شي مرة عن جد تفلوا و you get to create your own life وتكونوا independent وتعيش الحياة اللي أنتوا بدكم إياها, الحياة اللي أنتوا that you deserve. يعني you busy this weekend, مين عم who's asking me out. هيدا كان كل شيء. خلصت عم بعمل هلا الأوترو again نهار تاني completely لأنه obviously نسيت كالعادة. قررت أعمل لهيدا الفيديو 2 parts. It's gonna be هيدا عم بعمل هلا confessions part 1 لأنه اللي صورتهم كانوا كتير كتار ما كنت عارفة, they're like 30 to 40 minutes, so أكيد هيدا too much ليكون one video. So هعمله فيديو تاني وحنزله next week. Yeah, this is it. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. If you did, you know what to do. The links to my Instagram and my story are linked in the description box. Please ignore my face. Again, as I said, بعدني فايقة ووجهي تعبانه كتير. So, yeah. بشوفكن بالفيديو اللي بعد. Bye.